سيف، اقعد يا سيف. ممكن تفهمني انت عايز توصل لايه بالظبط؟ عايزك تصدق انك انت بالنسبة لي مش مجرد مكسب وخسارة. قلبك ابيض يا امير، انا زيهم باب رزق مش اكتر. انت ليه بس مش عايز تصدقيني؟ الله، اصدق ايه بالظبط؟ ان سيف مع الناس حاجة ومعاك انت حاجة تانية خالص. اشمعنى؟ بقولك ايه يا سيف، فوق فوق قوي، اللي زيك لو نسي المكسب والخسارة يضيع على طول. صدقيني يا تهاني معاك انت. لا طب بص بقى، حاجة واحدة بس تخليني اصدقك، لو قدرت تثبت الكلام اللي انت قلتهولي على المتولي، في الحالة دي ساعتها هصدقك. وساعة ما تصدقيني تبقى عملتلي خدمة كبيرة كبيرة قوي، وتكسب ثقتي، وده يكون عربون التعاون بيننا. اتشال؟ انا لسه راجع من المينا دلوقتي. الله 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 الله، ده حاجه حلوه قوي. ابو سيف الولا سيف ملوش اثر، ها ولا هتشوفه تاني. حلاوت المحل هنا وخارب، والوكاله عندك يا حبيبي، حضرتك اديتها للست عزيزه. ايه اللي بيجرى لنا ده يا ناس؟ بقول لك ايه، هو انت مش كنت رايح النهارده سكن الحضره عشان تزور الحاج عديله؟ أنا مخنوق، لا هروح حضرة ولا هروح سفر. هتروح يا حبيبي، هتروح وتقابلها وتصلح اللي بينك وبينها. مين عارف، يمكن تتقفل من كله وما يفضلش غيرها. ما يفضلش غيرها؟ أيوه، ما تخافش، أنا عارف اللي أنت بتفكر فيه. هي لو عرفت إن أنت اللي وزيت عليها ودخلتها السجن، كان زمان رجالتها قطعوك. يا نهار أخبر، أني نمد إيدي العديلة تاني؟ أني دي قافله ايديها في السجن، حتى عمولتي ما باخدهاش دلوقتي. رجالتها بياخدوا الاوامر منها وهي جوه السجن بعيد عني. لا روح روح وجس النبض، كلمتين حلوين من بتوعك. وحشتيني، مش قادر اعيش من غيرك يا عديله. فيلم من الافلام اللي انت بتعملها دي، لحد ما يظهر سيف او يبان حل للمصيبه اللي احنا فيها دي. مش قلت لك ما تتعبش روحك يا حجاج؟ ده كلام تقوليه يا حجه؟ قطع فيك قوي رمية عديلة. العيشة ما بلقاش طعم، بدور على نفس الجنبي مش لقيه. انت كنت ايدي وعيني اللي بشوف بيها، كنت ابويا وامي واخويا. انت من يوم ما جيت هنا وانا مش عارف اروح السوق ولا اجي. ايوه يا حجاج، انت جاي تزورني وتطمن عليا ولا جاي تشتكي؟ اشتكي خلاص يا حجة، ما بقتش تفرق حلوة وحشة، كله زي بعضه. بس اللي بنسمعه غير كده. سمعت ايه؟ شوف بقى انت قلت ايه قبل عديلة ما تقع. مش قلت برضو قدامك سكة واسعة وراها ناس من فوق قوي، ويا ما شاء الله الساتر الله. يا حاجة داني كنا خلاص هنقبوا لفوق، خلاص كنا هنعد الامبيانس. رتبت كل حاجة حسب طلباتك، حتى الأوراق رتبتها عشان يبقى كل حاجة باسمك. والنبي إيه؟ بجد يا سمنودي؟ لكن خلاص خلاص، الدنيا ظلمت، الحارة بقت سد. زيارة انتهت. زيارة انتهت، والعمر ممكن ينتهي كمان يا حجاج وما نتقابلوش تاني. بعد الشر عليك يا عديل. انا هبعت لابو ليلى وحيجي لك. اطمن يا حجاج، انا برضو لسه عديله. ولاد البشوات بشوات يا باشا. لا لا، لا وزير ولا غفير. طب جربني وحياتك افضالك. لا مش تهاني وبس يا حبيبي، تهاني وانشراح واسكندريه كلها. اهي وصلت اهي. ايه ده، مسافر بالليل كده على طول؟ حاضر يا حشات بيه، ابلغ اشوف وشك بخير. تهاني. نعم. صدقتيني بقى؟ انت شمتانه فيا يا انوش. لا يا حبيبتي، انا بس كنت خايفه عليك، بس الحمد لله اطمنت دلوقتي. لا ما تطمنيش قوي كده يا بنت، ده انتي اغلى حاجه عندي في الوجود.
تعرفي انا نفسي احقق لك كل اللي بتحلمي. عمتي انا لا راجعه مقهوره ولا عايزه اعيط واحط راسي على صدرك. انا مفيش خوف عليا ابدا، حتى لو اضطريت اني ارجع للناس اللي بيكرهوني هناك في العطارين. انت يا بنت الجنان عاوزاه يركبك كده على طول وخلاص؟ انا مفيش خوف عليا، الخطر حواليكي، الخوف عليكي انت يا انوش. قصدك ايه؟ نبقى نتكلم بعدين. ايه الحكايه؟ تمثيليه جديده ولا ايه؟ كده مفيش زحمه. ده احنا بنقول يا رب زحمه. عزيزه انا عايز اتكلم معاك. خير؟ شكلك كده مش عايزه تسمعيني. في ايه يا انيس؟ ما تقول. ممكن نطلع البحر بس نتكلم شويه؟ البحر ملوش لزوم صدقني. وبعدين انت عم قباري قال العلاقه بيننا وبين عمتي انشراح وتهاني انتهت، وده كان الحل الوحيد. عزيزه انا مش بتكلم على اللي حصل لعم خليل. امال ايه؟ انا بيني وبينك حساب وانت مديونالي. انا مش فاهم. ما عشان كده لازم نتكلم في حته بعيده عن هنا. بس ازاي والشغل انت واقفه مكانك يا عزيزه؟ هي واحنا مش هنتاخر. في ايه يا انيس بالظبط؟ ايه يا عزيزه مالك اتخضيتي كده ليه؟ ابدا ما فيش، يعني ممكن نتكلم بعدين. نتعشى عندي بالليل في البيت ويبقى كمان معانا الصبح. ماشي يا عزيزه. ازيك يا انيس؟ ما بدري جايب لكم شغله استحج عليها موله. ادي الكارت ده للاستاذ جاد، ده من مستشفى الاطفال، مطلوب توريد حلويات وملبسات. هو ده يا عزيزه؟ هو ايه؟ انيس. ماله؟ اصل شايفه كده خارج مرتبك وانت كمان سرحانه يا عزيزه. دكتور تموم لو سمحت انا قلت انك مش في باله يا عزيزه وده من الصح. راجع حساباتك زي ما خليت تموم يراجعها. اهدي يا ست تهان، شيلي وقفك هنا، روحي من قدامي. اصل الست بس بتسال لانك من ساعه ما طلعتي ما نزلتيش لحتى سمتولي. غوري انت وسمتولي الزف، غوري. كلب متولي، كلب كلب وحرامي وهربان من حكم وسايب وراتني النسوان. كل شيء كان في ايدي واتلخبط. وانت انشراح جايه تهدديني؟ بتهدديني بالعطارين؟ ده عطارين عطارين، بس بعد ما هدها على الكل هخليها تتعد. ههدها واولعها. ازاي تفكر تفتح معايا موضوع زي ده؟ مش انا عزيزه، ده انيس. من نفسه؟ عزيزه انا استريحت من جوايا لما رفضت الدكتور تموم، والمفروض ان انا استريح لو رفضت انيس، وانت عارفه ليه. لكن لا، في شيء اتغير لازم تواجهيه زي ما انا واجهته. فيش حاجه اتغيرت في الوضع القديم يا صبحي، الا بقى لو كان هو عاوز يرد على تهاني بتجوزه مني. لا اوعاكي تروحي للناحيه دي خالص، مش ده انيس. امال ايه اللي حصل؟ هي المشاعر دي حاجه سهله عند انيس؟ ما كانتش مشاعر، كانت كذبه، وهم ملوش اساس جواه، عمله فالصه ما تتصرفش. وازاي بقى خرج فجاه من الوهم ده؟ ممكن حد يفهمني؟ ارجوك يا عزيزه، عنادك قبل كده في انك تكشفي عن مشاعرك عمل ماساه. ارجوك بلاش عناد في اللحظات دي بالذات، افتحي قلبك وودانك كويس قوي لانيس واسمعي. اسمع له. الحقيقه انا لسه ما قررتش ان كنت هرجع لشغل المينا ولا هرجع للبحر، ده بقى متوقف على عزيزه. انيس صبح اتكلم وياك بصراحه، ولا تحب تسالني عن اي حاجه بخصوص عزيزه؟ لا 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 خالص، ما هو كل شيء بقى واضح اكتر من الاول، ولازم نراعي ان عزيزه تعبت، تعبت قوي من ده كله. طيب مضطر امشي انا يا انيس. ها قفلها يا ضبش. اصل صبحي. نعم. ايه حكايه حشاد بيه؟ حشاد ايه؟ حشاد ايه؟ مساء الخير يا باشا. مساء الفل يا باشا. احنا لا مؤاخذه في ورطه وعاوزين ناخد راي جنابك. هو من جهه انتوا في ورطه، انتوا في ورطه فعلا. ازاي؟ الغريب يا عم حجاج انك كنت هتتحبس مره بسبب حشاد.
ووقف يتفرج عليك انت والموظف الصغير، وبرضه رجعت تتعامل معاه تاني. البركة في سيف زميلكم. اهو سيف ده بقى هو اللي فيكم على البر، وانتوا كلكم غرقانين. سلام. شايف يا معلم؟ شايف؟ هناك غرينا مع حشاش، وهنا العالم السكة كلهم بما فيهم السفيرة عزيزة بتاعتك قبوا على وش الدنيا. انا دماغي هتدخن يا جدع. البي صبح ده ساب البي اللي على هوا الهارم فوق ونزل. نزل الله، وفي ايه؟ هيبقى من كله. كنت في نفس الليلة هرجع. ليلة ما سافرت؟ ايوه يا عزيزة، وكنت مستعد ادفع عمري كله علشان ارجع. مش فاهم. عم قباري كان متوقع ان الغربة هتاكلني ومش هرجع تاني ما دمت ماشي مكسور، لكن وجودي كان زي كلمة سر فكت كل الشباك. برضو مش فاهمة. لقيتني عايز ارجع بأي طريقة واسألك. اللي نور جوايا فجأة وشفت في عينيكي واحنا بنسلم، كان صحيح ولا وهم تاني؟ أنيس، كل الكلام اللي بتقوله ده مش في محله. لا يا عزيزة، أرجوك، أنا كده مستريحة، مش عايزة أرجع لأي شيء فات. اللي فات كان صعب. جاي تعوضني ولا جاي تتشعبط في وهم تاني يخلصك من الوهم الأولاني؟ اوعي تقولي كده، المرة دي مش وهم. أرجوك يا أنيس، اقفل الباب على كل اللي فات وننسى. كل واحد فينا ياخد طريقه. عزيزة، اللي أنا بتكلم عنه ده شيء جديد حتى بالنسبة لك. عمر جديد وزمن تاني. قلت انك مش في باله يا عزيزة، ودي مش صح. راجع حساباتك زي ما خليت طمومي راجعها. عزيزة، انا مش هقولك ان انا مستني ردك لانه واثق منه لسبب. رجعت وسط الاحزان دي كلها لقيتي خلقتي في حتة امل، وفي نينة امل مع صبحي، وتأكدت اول ما رفعت عيني عليك امبارح وان اللي حسيته بيتولد جوا ليلة ما سافرت حقيقي. ولو قلت لك سامحني وانسى يبقى بتهد شيء كبير قوي يا عزيزة. ايه؟ ايه الحكاية يا اولاد؟ انجلاب مش عارف، هم مش عايزين السادات دول ولا ايه يا اولاد؟ ما تشوف لنا فين رؤوفي، فهمنا ايه الحكاية؟ لسه في النينة بالصف. ايه يا جماعة؟ ايه الحكاية؟ ما تفهمونا ايه اللي اتقال في صوت العرب دلوقتي؟ لموا جنس ورقه في الشهر بسرعه، حتى ورق النتيجه. في ايه؟ انا عايز افهم. يا رب خير، احنا الفجر. ايوه ايوه يا بنتي. ايوه يا عزيزه، مش هتحكي من حقيقي. انا صبحي، بتقولي ايه؟ الله على ابن خالتك يا عزيزه. صبحي؟ انا مش فاهمه حاجه. يا ترى انا صبحي ليه يا امينه؟ بس وفهميني. هو انا لحقت افهم يا اختي؟ دول جم خدوه بالبيجام، خدوه يركب ضمه وضربوه يا عسان. ده هما اللي يروحوا السجن مش هو. هما مين يا بنت؟ صبحي سايب الورق ده معايا يكشف كل الحراميه اللي هناك في المينا. المينا؟ هما خدوه بسبب المينا؟ يسترك يسترك يا عزيزه، فهميني يا بنتي. احنا لازم نوصل لأنيس حالا. نروح له ليه يا بنتي؟ ده احنا الفجر. هو يعرف حد في الحكومه؟ يا ماما لازم نوصل لانيس. مش هو ده السبب يا عزيزه؟ امال ايه يا انيس؟ اللي سمعته في الراديو بعد ما مشيت من عندكم بياكد لي ان من الصبح لوحده هو اللي خدوه. دول خدوا شباب كتير قوي معاه. صبحي ابني، صبحي راح. انا عايز ابني، انا عايز ابني. يا خالتي يعني قبضوا عليهم كلهم؟ ده حتى صبحي ابن خاله عزيزه طلع منهم. صبحي ده كان لسه معانا امبارح بالليل. الست والدته خبطت علينا الفجر وقعدة هاتي قلبها محروق على ابنها يا ولدها. ايه اللي بيحصل ده؟ مش رؤوف قال لك؟ سؤال صعب يا استاذ جاد. طب ما تخلي رؤوف يسال على الاقل عن صبحي. اهو راح الجرنان يستفسر، ويمكن لو عرف حاجه نقدر نقولها لعزيزه.
مش عارف ايه اللي بيحصل في البلد ده يا جماعه. ديزاستر يا معلم. عرفتها ازاي يا ولد؟ ومع ذلك ممكن ما تكونش مصيبه ولا حاجه. الغد عيفهم بقى افهم، مش كل حاجه اشرحها لكم. الله، ما دام العيال دي اتقبض عليها يبقى اكيد حشاد راجع. يا عم حشاد مين؟ حشاد ده ورقه واتحرقت من زمان وراحت في 60 دقيقه، واللي جه بعد منه مضمون 100% وفي جيبي من دلوقتي. يا سيف اني لما نتكلموا في البيزنس بقول لك ايه، هتشك في كلامي من دلوقتي؟ خلاص انا مش هشك في كلامك بقى، انا بشك في نفسي، بشك في اي حاجه. ولعلمكم ان انا ورايح انا مش هشارككم في اي حاجه لحد ما يبان لها صاحب. ماشي يا سيسي. وانت يا حجاج هتشارك في المطعم ولا لا؟ أنا مستعد أحسبها لك بالورقة والقلم من دلوقتي. المسألة اللي عايزة واسطة ولا حشاد ولا دياوله، كل التقيل خلص، مش فاضل غير شوية ماتيريال. هنجيبه منين ساتيريال ده؟ يا جدع شوية عدد وتجهيزات. خالتك حالتها مش خطرة يا عزيزة، وبلاش حجج فالصو، انزلي روحي شغلك. شغل إيه بس؟ وصبحي مقبوض عليه ما اتقبض عليه من امبارح بالليل. صبحي؟ أيوه. هو كان في العركة دي؟ ده لازم أنيس. الحمد لله. ام صبحي عامله ايه دلوقتي؟ كويسه يا انيس الحمد لله. مفيش جديد؟ رحت المينا، كل المجموعه اللي كانت معاها اتقبض عليهم. يبقى نوصل لهمام. همام؟ همام مين يا دكتور؟ ده صديق قديم وضابط كبير في الداخليه، يمكن يقدر يساعدنا. بقول لك ايه يا اخ انيس، لولا طموم ما كنتش هقدر اقابلكم ثانيه واحنا في حاله طوارئ، وقريبكم ضمن الوف بيتحقق معاهم. ولما رجع من سينا ماشي حافي 3 ايام تحت الشمس، ما كانش من ضمن الالوف، وبرغم اللي حصل له كله برضه ما كفرش، رجع انضم للالوف بتحارب بطريقه تانية في تنظيم عمليات الدوله وكل الناس عارفاه. بس اللي في السلطه شايفين غير كده يا اخ انيس، وده المهم. شايفينه ايه يعني؟ خاين؟ انتهازي؟ حرامي زي الحراميه اللي موجودين في المينا؟ ده كان بيواجههم من جوه التنظيم، ادي اللي كان بيعمله صبحي. تمام، مد في حبل الصبر معانا شويه يا همام، كلامهم منطقي واللي بيحصل ده مستفز. يا تموم، اللي بيحصل ده حرب فوق ملهاش دعوه باللي تحت، انا ايه اللي بايدي اعمله؟ عندك حق، احنا متاسفين. طب اهدي بس يا عزيزه، ايه اللي هتقدر تعمله يا همام؟ اقول لك ايه، خد الرقم ده واتصل بيا بعد يومين. انا ماليش دعوه باللي بيحصل في البلد ده مران، ما ترد على سؤالي. ما انا لو رديت يا ست الستات هتجيلي مصيبه بالبريد المستعجل. يا راجل قول، قول عمل ايه متولي قبل ما تيجي مساعد؟ باع مرن نفسه بالتوكيل بتاعت محطة الرمل؟ بالظبط، كنت متأكدة من كده، بس ازاي هي تصدق؟ ست الستات تجراسي. معايا ورقة دفعت فيها دم قلبي لموظف في الشهر العقاري، بالورقة دي هتصدق. هايل هايل. وايه كمان؟ قول عندك ايه تاني؟ كل شيء بحسابه. لا اذا كان عندي كتير، بس اديني مهله يومين اتنين بس ادعبس وارد عليكي. القهوه يا دمران، اشربها بسرعه وامشي قبل الست ما تيجي وتعرف انك خربان من الشغل على هنا. يلا يا دمران اشرب القهوه بسرعه واتاكل، يلا بلاش لكاعه. اهي جات، استلقى بقى وعدك. يا نهار سيف. ألف مبروك يا تاني هاني. هو في ايه لا مؤاخذة؟ الله، وانت مالك انت يا جدع انت؟ يلا يا دمران اشرب قهوتك وغور. سيف تعالى جوه انا عايزاك. يا نهار يا اخي ادخل بس بلاش مياصة. ما بلاش هنا، الست بتلوي بوزها، ايش حال لو شافتني في اوضتك هتقول ايه؟ اقعد بس اقعد. وبتقول لي مبروك على ايه؟ المطعم الجديد. ايه؟ ماله؟ كل مشاكله اتحلت. ايه ده؟ فين ده يا اخوي؟ اني دفعت وحجاج كامل. هتزعلي؟ لا، طالما حصل بجد خلاص موافقة. المهم الموضوع التاني في نتيجة؟ امال يا ست الكل، اخبار لسه طازه جايه من المطار دلوقتي مع مضيفه جايه من الخليج. على متولي؟ امال يا ست الكل، مقطرن بقطران، فيش وتشبيه وحديد وبلاوي سودا. هايل يا سيف، انت ولد جدع. ايه اللي بيحصل ده؟
ايه اللي جاب الافندي ده هنا يا ست تهاني؟ انوش يا فندي، ده حبيبي سيف، ده اعظم راجل انا صادفته في حياتي، وهو طلب وانا وافقت. يا نور عيني، وافقتي على ايه يا اختي؟ خطبني سيف، خطب تهاني. سيف خطب تهاني؟ ده ايوه زي ما انت ما اتجوزتي متولي ده. انت اتجننتي يا تهاني؟ اكتر اكتر يا انوش، عروسة البحر ضربت من كل الاتجاهات، اتفرتكت في السماء، بقت عروسة البحر بجناحات وزعانف. سيف، سيف حبيبي. أمرك يا ست الكل. الزفت الزبالة بتاع الخردة اللي كان بيحب عزيزة ده لسه موجود تحت؟ أيوة هاني موجود وتحت أمر حضرتك. طب استناني استناني لغاية ما ألبس وأنزل أعمل لكم سمك من إيديا دول، عزمكم النهاردة بمناسبة خطوبتنا السعيدة. صحة عديلة. بعدين بقى بقول لك إيه، أنا ممكن أصرف عليك سنة، إنما تجيب سيرتها وتعمل لي فضيحة هنا؟ لا. بطل خوف بقى، البعبع خلع. عديلة دلوقتي خدت المؤبد الطويل الجميل، يا عيني عليك. لدعتك والقبر يا سبنودي كده. تعرف يا إنها ممكن تسمع البقين دول وهي في الزنزانة. القمر باشا وصل. معقولة؟ وبيرة كمان؟ أخ يا قادرين يا فجرين. بيرة أجدع، شيل البيرة دي. شيل البيرة؟ ده أنا شيل رقبتك. صندوق بيرة هنا حالا. الله، حد من الدرش اللي في المطعم هنا يجيلي ويجيب لي صندوق بيرة. صندوق بيرة؟ أحبك يا أبيض. سيف، إيه؟ أنت لسه واقف؟ جلوس؟ النهارده بقى انا عايزه الكل يسمعني كويس قوي. يا نهار اسود ونيل، البنت اتجننتي متولي. مش عايزه اسمع اسمها تاني، كفايه اللي بتعمله بره. يا لهوي، دبرني يا متولي اعمل ايه؟ ادبرك في ايه بس افهم؟ البنت دي رايحه على فين؟ انا مش عارفه. ما تروح في 60 داهيه. تحب ارميها لك على الرصيف بره ولا اجيب حد يرميها في مستشفى المجانين ما تخرجش منها؟ انت بتقول ايه؟ مش دخلت قبل كده امراض عصبيه مرتين بعد موت ابوها؟ طب اسكت اسكت اسكت. شايفة؟ بصحتك. الحب يا حبايب. انت لسه بتحب يا حجاك؟ الليلة بينها متطوحة شوية، استاذن انا. حجاك بيحب عزيزة وعزيزة بتحب انيس، فيلم بايخ وناس هبلة. هات لي فودكا يا متر. عايزه تدمر كل شيء بالعند فينا، مش عامله اي حساب للمكان بعد ما تعبنا فيه. البنت دي عايزه ايه بالظبط؟ تهاني عايزه تخرب المكان اللي كتبته لها باسمها. مش راح حشاد، راح راح وانتهى. مش عشان حكايه المينا، لا، عشان لعب دور غلط مع عروسه البحر. البحر كله كان عايز يستغل تهاني كأنها رقاصة في كباريه، تفتح أزاز وتلم الزباين للمحل. أزاز إيه وكباريه؟ أنت فاهم حاجة؟ استنى يا سمنودي هتفهم دلوقتي. تعال. يعني اللي عايز يستغل تهاني ملوش سكة معاها، فاهم؟ يستغل؟ ده كلام يا ست الكل. اهو عشان تبقى واضحه كده من اولها. انا محدش قدر يستغلني في حاجه ولا يشغلني حتى الحساب. انا اللي بشغل الناس كلها وبحرك الدنيا كلها، لحد قدر يضحك عليا ولا يستكردني باسم الحب. قسما بالله ان ملمتي نفسك لكون رميكي في مستشفى المجانين. يمين على يمينك يا متولي، لكون انا اللي مبيتك النهارده في السجن. متولي تعالى، الزباين بدات تبص. ان ما ربيتك. ايه؟ انت اللي هتربيني؟ ليه؟ ما تعرفش ان انا ورايا رجاله؟ تهاني يلا. زعلت يا انوش؟ ما تزعليش، ما تخافيش. النهاردة بالذات قبل ما بيتولك في السجن هعملك المفاجأة اللي هي عشان خاطري. كفاياك جنان بقى،
كفاياك جنان. بلاش تخافي على سمعة المحل، خافي عليا أنا. ده كل اللي بيحصل ده عشان خاطري كتي، وعشان خاطر أدخل الأستاذ ده السجن. بس أنا بقى قبل ما أدخله السجن عندي ليكي مفاجأة حلوة قوي، مفاجأة هتفوقك يا أنوش، مفاجأة العمر كله. مفاجأة سيح، روح هات لنا فردة تانية مع الراجل اللي اسمه حجاج ده. فردة تانية؟ فردة ايه لمؤاخذة؟ الله، هو مش لما المأذون بيجي لازم يكون في اتنين شهود؟ مأذون؟ تهاني ناجي واسهر على العباري. ناجي بابا ابني حبيبي يا ابني حبيبي يا ابني. اشطاط مربات عسلات حلوات، يعني ليله فل وقشطه من صلع الصلاة. هي دي بقى شقتك يا سيف؟ ايوه ست الكل، شقه العبد لله المتواضعه. بس ان شاء الله هنوضبها سوا انا وانت على ذوقك يا جميل. ايه ده بأمارة ايه؟ هو انت صدقت ان انا هبقى مراتك بجد؟ امال احنا كنا فين دلوقتي؟ كنا بنعمل ايه؟ لا دي لعبة يا وزي، انا وانت لعبة تاني؟ الله، معقول تكون صدقت؟ يعني عمري ما كنت بنهزر. لا، العصمة في ايدي، يعني اقدر اطلق نفسي فورا وحالا دلوقتي عشان تصدق انها مجرد لعبه. تهاني انت بتقولي ايه؟ الحكايه كلها لعبه يا سيف، لعبه حياه او موت. بداتها وهستمر، هستمر عشان اكسب مش اندهس واموت. طب ويا ترى بقى دوري ايه انا في اللعبه دي؟ انك تبقى مطيع وذكي. هي دي قطتك؟ ايوه. خلاص، يبقى انا هنام هنا وانت تنام هناك بره لحد ما اقول لك امتى هنروح عند انوش. باي. يعني ايه الارض انشقت وبلعتها؟ راحت فين تهاني؟ يا ست الكل، انا اللي عليا عملته، وانت حركت كل معارفك في اسكندريه، والتاني لا لقيته في المينا ولا احنا عارفين له طريق بيت. غور غور من قدامي يا نيلة، انت غور. حاضر حاضر. خليكي قاعدة كده لغاية ما تدمرك، ما هو ده هدفها، تمرر عيشتي وعيشتك، تدمرنا كلنا. وعلى فكرة هي هترجع، بس هترجع امتى بقى؟ هترجع بعد ما تحرق قلبك، وساعتها انا اللي هطردها بنفسي من هنا، وتنازل المطعم هلغيها انشراح، مفهوم؟ ايوه. اهلا يا دكتور. جايب لك معايا مفاجاه مليحه قوي يا عزيزه. خير؟ ازيك؟ الحمد لله على السلامة يا صبحي. عزيزة، ربنا يخليك لينا يا دكتور، تعبينك معانا قوي. أنيس راجل زين ومليح، احنا اتكلمنا في الطريق أنا وهو صبحي. يعني ايه؟ اتكلمتوا في ايه؟ مراجعة الحسابات خلصت خلاص يا عزيزة، هي كلمة واحدة، كتب الكتاب بعد يومين اتنين. من غير إذن عمها جاد يا دوك. خش خش يا جرجس، تعال يا صبحي، كفارة كفارة يا صبحي. فينك يا أنيس؟ تعالوا اسمعوا كلكم وانفحوا.
كتب كتاب أنيس على عزيزة الخميس الجاي. مبروك يا أنيس، مبروك يا عزيز. ألف مبروك عزيزة. ان انا اسعد انسان في الدنيا بجد يا حبيبي. ما تتصوريش عزيزة الغربة اللي انا كنت حاسس بيها، مش بس وانا في البحر، حتى لما كنت عايش في وسط ناس في العطريق ما كنتش لاقي نفسي، علشان كده كنت بحر. غربة غربة، وانا غربة واحنا جنبك. يوم لما جيت ودعتيني في المينا حسيت من عينيكي ان انا في شيء غالي قوي فايته، هو ده اللي رجعني عزيزة. أنيس أنا عايز أقول لك حاجة، في حد تاني أسعد منك في الدنيا. أنا بحبك عزيزة. هناك موجود حلمت بنملة تانية اسمها أنيس، وخلاص حلمها هيتحقق، هيخشوا الجحر سوا. زياني ما حلمت كده ان انا اعيش معاك بالظبط يا اجمل نملة. وزي ما النمل بيشيل فتفوتة العيش ويمشي بيها 50 ميل، هم بقى هيقعدوا يشيلوا المليم على المليم على المليم لغاية ما يحوشوا ويقدروا يعيشوا، وبعد كده يخلفوا نملاية صغنونة ويفكروا بقى هيجيبوا الفستان ازاي والجسمة وعلبة اللبن. المهم دلوقتي انك انت تحسمي امورك مع عمتك عشان ندبر امورنا احنا بقى. انا اللي حدد ده يا سيف، العصمة مش في ايدي في حكاية الجواز والطلاق بس، لا في كل حاجة. عارف يا حبيبتي الورق ده فيه كل المعلومات عن المدعو متولي، وانا واثق ان عمتك لو شافته هتعرف حقيقة التعبان اللي معاها. الله الله، نفسي اشوف شكل ميدو سمتولي العدوي وهو بيتفرج على الورق ده. المهم عايز اعرف بقى النظام، الفيلم هيبقى شكله ايه؟ وتحرق على نفسك الفيلم ليه؟ بكرة تشوفه. يعني ممكن اسند. مش محتاجة سند يا حبيبي، عايز همة شوية. الله، عقبال ما نفرحوا بيك يا مستر. كده يا جمعة ان شاء الله ملك هانم تسمعك وحطوقتم رقبتك. الله. لا لا يا قصة، انا عايزك تاخد فرع كهرباء من عند عبد الوط. وانا جيت يا استاذ. اهلا يا استاذ رؤوف، عقبالك. انا عايز التهنئة في الجرنان قد كده نازلة ومنورة. بكرة الف الف مبروك، الف مبروك ايتها خدمة اهل العروسة. الا انت يا سيسي، الا انت. الله يرحم ليله جواز تهاني يا سيسي. يلا يا اخويا اعمل لك همه، عاوز طنبات تملى الحاره كلها. شباب اهو. شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت كنت فين يا جدع؟ ده قلبوا عليك الدنيا في المينا، وصلوا للاسم وجولي هنا. لو ليه عمتها دي مجنونة؟ هي بقى جن منها. بعدين تعالى هنا، ازاي تقبل يا استاذ ان تكون العصمة في ايديها؟ يا سلام، يعني لو انت مكاني كنت هترفض؟ طبعا كنت هرفض. لانك مغفل. مغفل؟ لا حبيبي، المغفل هو اللي لسه ماشي وراه. نبني ما ناقصك يا جدع انت، لمها الله يخليك، كفايه اللمامه اللي حاصله بره دي، انا جاي هنا عشان نتفاهموا بصراحه. اسمعوا بقى، اخر كلام ليكم انتوا الاثنين، المطعم اللي شاركت فيه حجاج هتجهز واتفتح، لان التاني هيبقى سوق اوراق ماليه، بورصه، مزادات، بوابه الجمرك، يعني الشغل اللي على تقيل. واللي هيبقى الكوماندا بتاع الحلومه دي كلها هي المجنونه اياها، ده اللي كان بيحلم بيه حشاد، وده اللي تهاني ما عرفتش تحققه له، بس هيتحقق لنا. فهمت يا استاذ؟ اقفل الباب ده يا بابا. بقول لك ايه، سيبك بقى من البنت دي وخلينا في شغلنا، ما تجمد امال. انت تعرف يا انيس ان تهاني مسكينه، وانا حاسس انه عدم عمي طول السنين اللي فاتت دي كلها هيكون له نتائج سيئه جدا، وهو حصل. خلاص يا ناجي يا ابني بقى، مش عايزين نفتحوا في المواضيع دي. ماشي ماشي، بس على فكره يا انيس انا بحسدك قوي على عزيزه. وانا كمان يا ناجي. هينق بقى. بقول يا عم باري، ما تيجوا ننزلوا على الطريق من دلوقتي؟ لا، احنا هنيجوا على الفرع على طول، اصل ناجي لازم يروح للانشراح الاول. والله يا انيس انا ما كنت عايز اروح ولا كنت ناوي، بس اعمل ايه بقى، لابويا هو اللي مصر. مش هلغي تنازل ولا اعمل اي شيء الا لما تهاني تظهر وافهم. تفهمي ايه تاني يا انشراح؟ يا متولي، بيتهيالي التوكيل العمومي اللي عملته لك النهارده كفايه قوي علشان تطمن وتحس ان انا مش هفاجئك بحاجه. بيتهيالي كفايه قوي عشان انا كمان استريح. يا انشراح، انت عارفه كويس ان كل اللي بعمله عشان ترتاحي وعشان كمان خوفي عليكي. ادي انت شايفه بنفسك، انا ما بستفدش باي حاجه من هنا غيرك انت. ناجي، ايه اللي معاه ده؟ ده ابوه متولي، ما تطلعش فوق لغايه ما ناجي يمشي. هطلع، لو طلعت هضرب نفسي برصاص. هطلع. ما تتفضل مد ايدك يا استاذ ناجي، عيب يا راجل، اعتبر البيت بيتك. شكرا يا استاذ متولي. متولي شايل هم المطعم ببلوي، انا خلاص ريحت دماغي. انت عارف بقى يا أباري، الواحد ما عادش له طول يتبل الكلام ده. ايوه عندك حق، ما هو بصراحة شغل المطاعم في الحقيقة يعني ارحم من دوشة السكان والصيانة ودفع العوايد والحواديت دي كلها. ليك حق، ما هي دي برضو من مسؤوليات متولي. انت جيت انت يا ناجي؟ انا جيت وخلاص، وعشان تبقي عارفه بقى، انا لولا ابويا هو اللي ضغط عليا عشان اجي ما كنتش جيت. وما دام ما سالتكيش على اللي عملتيه فيهم في العطارين وفي عم خليل، يبقى خلاص بقى نقفل على المواضيع كلها. خلاص يا ناجي يا ابني، انتهينا. واذا كان على الاستاذ متولي بيه جوزك الجديد، فخلاص الرساله وصلت وعرفت قيمته عندك وقد ايه انت محتاجاه له. اشرب لك بقى عصير طري على قلبك يا ابو النور. لسه يا ناجي، لسه معرفتش كل حاجة عن الأستاذ. تاني بص، شوف في الورق ده، شوف الحقيقة، الحقيقة اللي مامتك لسه معرفتهاش. جريان شراع، شكلهم كده متفقين مع بعضيهم. اخرس هلا. نعم يا أخويا. استنى انت بس يا متولي، الورق ده فيه يا نجي. ادي اخرة عمايلك. ما تفهمني يا ابني. افهمك بعدين يا بابا، يلا بينا دلوقتي عشان نلحق فرح عزيزة. ايوه عندك حق، يلا بينا. كلام اللي في الورق ده صحيح؟ ورق ايه يا انشراح؟ تاني حلفت ما اسيبه يضيعك، وفيت بوعدي، كل كلمة مكتوبة عندك في الورق ده مظبوطة. دي الصورة، الأصل موجود في الحكومة هنا وهناك. انت عارف مكتوب في الورق ده ايه؟ مش كده وبس، ده غير كمان ان في اتنين غيرك على ذمته.